أولمبي شلف بتعداده كاملا ما عدا الحارس الدولي غواوي ودون مدرب لأول مرة منذ بداية الموسم، وجد صعوبة كبيرة في التفوق على مولودية باتنا بتشكيلة أغلبيتها من الوسط، والتي كانت المبادرة في الهجوم بواسطة بيطام كرته جنبت القائم لمرمى معمر قوادري. رد فعل الشلفة وكان سريعا بهذه الكيفية، سيدي بي لم يكن موفقا، ونفس الشأن للاعب لمن في الجهة المقابلة. إلى غاية الدقيقة 30 كرة مرتدة من الدفاع البتني وجدت علي حاجي في المكان المناسب، أسكنها شباك لتيم، إنه الهدف الأول لأولمبي شلف. لكن في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول انطلاقة من لومان مرر على طبق لزيان دون مراقبة، تمكن من تعديل النتيجة هدف في كل شبكة. بداية الشوط الثاني كانت للشلفاوة في هذه المحاولة لغرب الكرة في أحضان الحارس البتني لتيم. الفعالية كانت من جانب البتنيين، لمان توزيعة أمعوش في هذه المرة كان موفقا في تسجيل هدف السبق، كان ذلك في الدقيقة 54. الكيفية جميلة من أمعوش، تفوق مولودية باتنا دام قرابة 20 دقيقة إلى غاية هذه التوزيعة في العمق من سيدي بي، رأسية علي حجي ردها الحارس لتيم، الكرة وجدت مسعود دون انتظار وفق في تعديل النتيجة هدفان في كل شبكة. بعد ذلك العناصر الباتنية ركنت إلى الدفاع تاركة المبادرة للشلفاوة. 4 دقائق بعد هدف التعادل البديل بخاري لم يستغل كرة سوداني، هو الآخر لم يفلح في هذه الرأسية بعد فتحة مكيوي. وبينما كنا نظن نهاية اللقاء بالتعادل، توزيعة من مكيوي في الدقيقة 88 وجدت سوداني تمكن من تسجيل الهدف الثالث بعد عناء كبير لأولمبي شلف لينهي الحكم بابراهيم المباراة بتفوق أولمبي شلف 3 أهداف مقابل هدفين.